السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول نشوف كيف راح نعمل كاسة مية ونستخدم الماتيريال في إعطاء خامة الزجاج. نيجي على بوكس وأعمل هذه قاعدة أو طاولة عشان أحط عليها لوح الزجاج. أجي تصميم كأس، أجي على لاين، وحاول اعمل من خلال اللاين كأس زجاج. نحط نقطة هان وأعمل كانسل، وأضع فيه شوية نقاط عايزة شوية تعديل. هذه النقطة كان المفروض تبقى لفوق شوية زي هيك. أنوي راح أجي وأعمل نسخة منها، شيفت النسخة ريفرنس، وأجي على الموديفاير ليث، وأشوف البرسبكتيف عندي وأغير القيم لما أحصل على القيمة اللي أنا عايزها اللي هي هذه. أجي على اللاين اللي عملته وبلش أعدل فيه عشان أحصل على أفضل شكل بناسبني. واضح ان انا هان عايز اعمل هذه سموث، نقطة هذه، وياريت لو بعد بينهم شوي. اوكي كمان نفس الكلام، النقطة هذه اعملها سموث، انا عايز ازيد السمك اللي هان، ارفع شوية لفوق هيك. الامور جيدة نسبيا. اشوف اخر شغلة، النقطة هذه احولها لبزار كورنر عشان يعطيني احساس بالكأس. هذه النقطة يمكن لازم تبقى شوية اعلى. أعدل عليها، استخدم مش سموث، استخدم مش موديفاير اسمه مش عشان اعطي سموك للماتيريال اللي عندي. اسف شيل عشان اعطي سموك للماتيريال او الخامة اللي عملته. علم على اللاين، علم على الجسم اللي شكلته، هذا هو اللي اعطيله انا الموديفاير اللي اسمه شيل. ولاحظ مباشرة صار في عندي سمك، ازيد القيمة شوية او سمك الكأس شوية، انا احب ازيده للداخل، زيادة شوية صغيرة هيك شكل. اوكي لو انا عصيت على F4 راح الاحظ انه ما فيش سيجمنت، لو ازيد هنا راح الاحظ انه في سيجمنت جديدة طلعت على حفة الكأس. انا عايز في الليث كمان ازيد عدد مرات الدوران عشان احصل على جسم انعم. اروح على الموديفاير اسمه اديتيف البولي، اعلم على اللاين، اختار لاين هذا في النص واعمل لوب وارفع اللاين شوية لفوق. اوكي هسه في عندي الكأس تبعي،
اعمل هايد لللاين، انتهى ملوش قيمة عندي هالجيت. هايد سيليكشن واجعل بوكس واعطي له خامة من الاساين واعطي له خامة الخشب اللي هي الود، وهي شو اعمل رندر اتأكد ان فيش عندي مشاكل. عايز اضعفه شوية، اقلل القيم اللي هان، حطها 0.5 وحاول اعمل رندر كمان مرة افضل، بس بتهيألي او 0.3 و3 نعمل رندر. اوكي ناخد قيمة اقل شوية. هيك الامور جيدة. اجيب الكأس اللي عملته واحاول اعطيله خامة. في عندي مجموعة من الطرق او مجموعة من الخامات، نجرب ابسطها اني انا اربطه بالخامة هذه وازيد درجة انعكاس الاضاءة او اللمعة تبعته واعطيه خاصية الشفافية. نعمل رندر. اوكي انا عايزه يعمل لي ريفليكشن، اروح على الماب واروح على الريفليكشن اختار ريتريس، اعمل رندر. لاحظت انه الكأس صار في عندي لمعة، يا ريت ولو كان شوية لونه ابيض. انزل هنا واغير لونه. ابيض شوية وازيد درجة اللمعة شوية ونشوف. ازيد خاصية الشفافية. يبدو انه قاعدة الكأس ده شوية تعديل فيرتيسيز، قاعدة شوية صغيرة نكبرها. اوكي اجي اغير اللون، اخليه ابيض تماما او خليه في على حمار. اوكي حصلت على شكل كأس وعامل انعكاس للون الارضية. اوكي راح اعمل نسخة تانية منه. كوبي وراح اعطيله خامة تانية من الوصفين. الخامة هذه راح اغير نوع الماتيريال المستخدمه، اسف راح اجي واغير نوع الريندر انجن، اختار من تدري نو جلوبال اليمينيشن لود واعمل رندر كمان مرة. اذا بعمل رندر استخدام المنتري راح اجي واستخدم خامة جديدة، راح الاحظ اللون الاصفر هذا كله اجا نتيجة استخدام المنتري ارك اند ديزاين. راح الاقي انه في عندي مجموعة من الخامات المعدة مسبقا، راح ابحث عن واحدة بتناسبني اللي هي جلوس.
في عندي ثلاث انواع من الكلاس، راح اختار سوليد جيومتري واعطي الخامة هذه للقزاز اللي عندي واعمل رندر. راح نلاحظ ان حصلت على خامة جديدة من الاكزاز. بنفع اغير اللون الخلفية، ارفع ازرق 8 واخليها ازرق فاتح واعمل رندر كمان مرة ونشوف النتائج. اوكي هان بينت صار عندي الاضاءة كتير عالية، لكن الخامة تبعت الان مستخدمة كتير راقية في المنطقة هذه. طيب اوكي راح اعمل خامة جديدة من نفس نوع الماتيريال ارك اند ديزاين واختار الجلاس ثين واعطيها الماتيريال للكوبايه الاولانيه ونشوف النتائج تبعتنا الفرق بينهم. اوكي بنفع انا هلقيتها احط عندي شويه اضاءه عشان تحسن المشهد اللي عندي فرونت. نيجي على سبوت لايت نزيد الكون تبعها. اوكي نعمل رندر. اوكي بقدر انا اغير لون الكوباية او الكأس تبعي، باجي على الريفليكت انعكاس الضوء وبنفع اقول له اعكس لي الضوء الاحمر، راح يصير في عندي كوباية عكس لون احمر. احمر كتير غامق اللي انا مختاره. اوكي وهي رندر. اوكي هيك اللون جيد ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.